الله يمسيكم بالخير يا رب جميعا. تبي قهوة مثل هذه أو أفضل من هذه؟ ريحة وطعم ولون صافي، القهوة الفنجان صافي. الحمسة لها دور، الحمسة مهمة جدا بالقهوة، بالطعم واللون والريحة. ثانيا المطباقة أو الملقمة لابد أنها تكون نظيفة 100%، اغسلها 100% بعد ما تطبخ القهوة، اغسلها واقلبها، لا تكسب رطوبة الملقمة بعدين تروح تخرب عليك القهوة، لأن القهوة حساسة جدا أي شيء يمسك فيها. ثالثا تبي القهوة، تبي ركادة، تبي طبخ، اطبخ واستمتع بالفنجان. بعد ما تخلص طبخ خلاها تركد، وبعدها بهر الدلة وزل عليها القهوة، والله يجعلها بالعوافية.